إلى أي مدى التخطيط حاضر في مدننا وقرانا وما يتم إنجازه من مدن؟ أبدأ معك يا دكتور لأنه ربما يعني أنت معني بالمقام الأول في الموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عجباني قوي المدخل ده ذكي جدا يا صراحه يعني. لا ملخص ان احنا ثبات على المبدا يعني احنا من ثبات النهارده ثبات على المبدا ودي حاجه كويسه خلاص وصل يعني وحنا للاسف بيتدهور اكتر من كده. طيب حضرتك بالنسبه للتخطيط يعني تملي التخطيط العمراني بيتهم ان هو الافسد ان هو العمل. التخطيط ما هو الا رسومات على الورق وبينتهي بالتنفيذ. بنيجي بعد كده بعد التنفيذ في الطبيعه والاشغال والمجتمع والتعامل مع الارصفه ومع المدينه ومع العمران هو من هي تحصل كل المشاكل. التخطيط في حد ذاته بيأدي واجبه وطبقا للقوانين والتشريعات وهكذا. نعم. بس لما نيجي بقى اليات تنفيذ هذا التخطيط وتشغيله ودور اجهزه الحكم المحلي في متابعه اعمال والمشاكل وزي احكام الرقابه هنا في الضعف. للأسف من زمان أجهزة الحكم المحلي المنوط بيها الحفاظ على العمران وإزالة التعديات والمخالفات ومواجهتها والكلام ده كله ضعيفة. لو هي كانت من أول كانت قوية كانت من أولها قطعت بيد من حديد على أي مخالف. بس التسيب اللي احنا موجودين فيه والفساد الإداري الموجود مع ضعف الإمكانيات بتاعت أجهزة الحكم المحلي القائمين على الكلام ده ضعف الإمكانياتهم المادية وإمكانياتهم الفنية ومستوياتهم يعني مش بالكفاءة الكافية ومش بالقدرة العدد ان يقدروا يسيطروا. ده في الدولة. بس لما تيجي بقى تشوف حركة المجتمعات الخاصة مثلا زي مثلا مصر الجديدة زمان في ادارتها ادارة مصر الجديدة ولما المدن الجديدة الخاصة اللي بالقطاع الخاص زي اللي قايم بيها زي مدينة الرحاب او غيرها هذه المدن بادارتها قوية. وعمرنا ما شفنا ان في مخالفات لما في هذه الادارات في ادارات التنمية العمرانية بيحصل فيها مخالفات. فالمشكله مش في التخطيط العمراني كرسومات، المشكله في اداره هذا التخطيط العمراني وفي القائمين على تنفيذه. هو ده المشكله كلها.